بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أرحمك. إنها الشفاء، إنها الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن وحي العلماء، كان النبي يقرأ الحسن والحسين ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين الله. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شفاء جدا لما في الصدور. فالله خير حافظا. إلى كل مهموم، إلى كل مغموم، إلى كل مسحور ومنسوس ومعيون، إلى كل مريض. كما أن نفس الخبيث في العقدة يؤثر سحرا بإذن المولى، كذلك نفس الصالح بالقرآن يؤثر نورا وشفاء وعافية بإذن المولى جل جلاله. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. نزف لقلوبكم الرقية الشرعية بصوت القارئ سعود الفايز. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الرقية الشرعية، الرقية الشرعية. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن وحي العلماء، الله سبحانه شرع الأسباب وأمر بها وأمر بالتوكل، ولا منافأة بين هذا وهذا. فالمؤمن يتوكل ويأمن بالأسباب، فالتوكل لا يمنع الأسباب والأسباب لا تمنع التوكل، وإنما المصيبة أن يتوكل ويدع الأسباب أو يعمل بالأسباب ويدع التوكل. والواجب الجمع بينهما، والثقة بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه سبب الأسباب وأن كل شيء بيده جل وعلا. فمن حفظه الله فهو محفوظ، ومن أراد الله به شيئا نزل به ذلك الشيء، ولكن العبد عليه يأخذ الأسباب. يا مغيث الغائثين ويا مجيب السائلين، اللهم رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الرقية الشرعية، الرقية الشرعية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ومن شر حاسد إذا حسد فأخرجناهم من جنات وعيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كم تركوا من جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما
الضاختان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فتبارك الله أحسن الخالقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون
وبنعمة الله هم يكفرون. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالله خير حافظا وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وحفظا من كل شيطان مارد إن كل نفس لما عليها حافظ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما لطفك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج ولا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا مغيث الغائثين ويا مجيب السائلين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس
الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره، ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لبس ولمس، ومن شر خادم السحر والحارس. أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر الساحرين والشياطين. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم، ومن كل بلاء يؤذيكم، ومن كل شر وشقاء يشقيكم، ومن شر كل نفس أو عين معجب أو عين حاسد، ومن شر سحر ساحر أو كيد كائد. بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر ساحر إذا سحر، ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر. بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيذكم والله يحفظكم. بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر، ومن الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان، ومن الأسقام، ومن الكوابيس، ومن مزعجات الأحلام. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت، أو أصابت علما فضيعت، أو أصابت ذكاء فسحقت، أو أصابت جسدا فأمرضت، أو أصابت عضوا فأبطلت، أو أصابت جمالا فشوهت، أو أصابت شعرا فأسقطت، أو أصابت عينا فأمرضتها، أو أصابت رحما فعقمت. اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، أو على الاستقامة والالتزام، أو على العافية في الأبدان، أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان، أو على دماثة الخلق وطيب المعشر، أو على حسن الذوق وجمال الملبس. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء،
اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على السعادة في المال والعمل أو على الجاه والسلطان أو على السعادة في البيت ومع الأبناء أو على السعادة مع الأهل والزوجات. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل أذاها وضررها وشرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحرا مأكولا ومشروبا أو سحرا معقودا ومنفوثا أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر أو سحرا معقودا من النجاسة أو سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد، اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم، اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان أو سحرا تسبب في سقم الأجسام أو سحرا تسبب في تبلد العقول أو سحر الجنون واختلال العقول. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنا وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء. اللهم أعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان، اللهم أعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان، اللهم أعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اللهم اشرح صدورهم وأزل همومهم ويسر أمورهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء، اللهم واجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا، اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب ثاقب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة،
هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وحفظا من كل شيطان مارد إن كل نفس لما عليها حافظ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر
أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها، اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها، اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما درأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 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 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. بسم الله تربة أرضنا في ريقة بعضنا تشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللهم أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير أطفها عني. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 لا بأس عليك طهور إن شاء الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.